فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يحمل الطفل في الصلاة والطواف والسعي وعلى الطفل حفاظة وقد يكون فيها بعض النجاسة ولكنها لا تظهر؟ نعم، لا بأس بحمل الطفل إذا كان يحمل في الصلاة، كيف لا يحمل في الطواف والسعي؟ يحمل لا بأس. وإذا كان محفوظا ولا يخرج منه شيء، محفوظ ولا يخرج منه شيء، فلا حرج في ذلك. نعم.